في مقطع اليوم راح نتكلم عن ألعاب أساءت للدين، ومو بس هيك، وصلت بالألعاب لمرحلة استغفر الله العظيم إنها تكتب اسم الله على الأرض. متصورين الموضوع لوين؟ فمقطع اليوم للأسف راح يكون مقطع جدا صادم. هسه راح يطلع يمكن صدام حسين. طلع شايفينه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مانس يوف مقطع جديد. طيب بالبداية لازم أعتذر منكم لأن الخميس ما نزلت مقطع، على الرغم من أنه الخميس كان المفروض يكون مقطع تشيرنوبل، لكن أقسم بالله أنه حصل ظروف صحية مع الممنتج وما قدرنا أن نكمل الشغل عليه، فأتمنى أنكم عذريني. صحيح زمان ما جبنا مقاطع عن ألعاب تسيل الدين الإسلامي، تقريبا آخر مقطع جبناه قبل شهر ونص، وما شاء الله المقطع وصل أكثر من 1,000,000 مشاهدة وأكثر من 160,000 لايك، فشكرا لكم، وهذا يدل على أنه بدكم مقاطع زي هيك، وبإذن الله هذا المقطع كمان بس يوصل 150,000 لايك يجيكم جزء جديد. وأعتذر طولت عليكم بالكلام، خلينا ندخل على اللعبة الأولى. طيب اللعبة الأولى معنى واللي هي First to Fight، أو بالترجمة أول من يحارب. اللعبة هي عبارة عن لعبة عسكرية مطروحة لفئة الإكس بوكس. قصة هاي اللعبة عبارة عن سيناريو غريب للجيش الأمريكي، واللي هي تبتدي بأنه الجيش الأمريكي يرسل قواته على لبنان، وإيران تقوم ترد عليهم وترسل قوات دعم عشان توقف بوجه الجيش الأمريكي، وهون تصير معركة شرسة بين قوات الجيش الإيراني وقوات الجيش الأمريكي. طبعا جايكم بالإشي الصادم اللي بهاي اللعبة واللي فيه عليه قصة لطفل سعودي، هسه راح أحكي لكم إياها. بس خليني اوصف لكم كيف اللعبه كانت ممتعه ببدايتها وكيف بنهايتها قلبت لمنظور ثاني. المهم بعديها بلشوا يجيبوا لك المعارك اللي قاعده تخوضها امريكا او الجيش الامريكي بالشرق الاوسط، واللي من ضمن هاي المعارك انها لما دخلت الفلوجه او العراق امريكا، وعلى انه الجيش الامريكي يعمل هذا عشان يحافظ على السلام. وباللعبه يجيبوا لك انه امريكا احتلت العراق واحتلت لبنان، لكن مو هون الصدمه انه بوسط كل هاي الحروب والاندماج اللي قاعد يصير باللعبه، فجاه يبلش يطلب منك مهمات انك تفجر مساجد وتدمرها وتقتل الناس اللي فيها. متصورين الموضوع كيف؟ وشوفوا القذارة العظمى كمان، يخلوك تطلق على المصاحف اللي موجودة بالمسجد ويجيبوا لك المصاحف وهي تطير أو تتناثر. متصورين الخبث والفكرة الموجودة في هيك لعبة؟ طبعا هذا غير انه صوت الأذان يكون شغال، ومو بس هيك، مثلا انت طلعت برا وفي شخص فلت منك وخلوا هذا الشخص يهرب على المسجد ويطلبوا منك انك تدخل عليه بالمسجد وتقتله داخل المسجد. يا اخوان ما تتخيلوا كمية الخبث اللي موجود في هاي اللعبة، ولدرجة انه لما تضرب انت المسجد باللعبة او تدمر المسجد تبلش تسمع صوت تهليلات وتكبيرات، وانت تكون مجبر باللعبة تعمل هذا الاشي وتدمر المساجد. يعني هاي مهمة ما يصير تتعداها غير لما ترد عليهم وتدمر المسجد. فبصراحة هاي اللعبة كانت من أقذر الألعاب اللي نزلت، واللي عملت ضجة وغضب من المجتمع الإسلامي بوقتها، وصارت حملة مقاطعة كبيرة عليها. فعليا بعد المقاطعة اللعبة خسرت خسارة جدا كبيرة. تعالوا خليني احكي لكم قصة لطفل سعودي كان يلعب اللعبة هاي وابوه شافه، واللي كانت فيها القصة هاي احد النقاط اللي خلت يصير مقاطعة لهاي اللعبة. يقول لك احد الايام الابو جاب لابنه مجموعة العاب واعطى الالعاب هاي لابنه، وباحد الايام وهو قاعد الابو الابن قاعد يلعب على التلفزيون، وسمع الابو صوت هتافات دينية، يعني سمع صوت تكبير وتهليل وبنفس الوقت سامع صوت طخ وقتل. فلما انتبه الابو على الابن وهو قاعد يلعب اللعبة هاي، شاف الابن قاعد يفجر المسجد وماخذ الامر كانه شيء طبيعي. فهون الابو انصدم من الموقف وسأل ابنه انه ليش تفجر المسجد قاعد، والصدمة كان برد الابن عليه. الابن طفل مو واعي مو فاهم هيك اشياء، قال لابوه انه ما اقدر اعدي المرحلة هاي اذا ما عملت هيك وفجرت المسجد. فشفتوا شو نتيجة انهم حاطين هاي الفقرة للاطفال؟ يعني خلوا طفل مسلم باللعبة يصير يطلق نار على مسجد ويفجر المسجد، وكمان خلوا الطفل ياخذ الموضوع على انه موضوع طبيعي هذا. فبصراحة هي كانت من اقذر الالعاب اللي جبت عنها. وخلينا ننتقل للعبة اللي بعدها واللي هي ديزرت ستورم 1. هسه راح يطلع يمكن صدام حسين. طلع شايفينه؟ طيب بالبداية قبل ما ادخلكم على قصة اللعبة وشو الفكرة من اللعبة هاي، خلينا بعيدين كل البعد عن السياسة، تمام؟ طيب اللعبة فكرتها الأساسية انه الجيش الأمريكي يبلش يذبح بالجيش العراقي وبطرق مختلفة، وبالنهاية يصل لصدام حسين ويقتله. طبعا خلينا نركز، بغض النظر سواء كنت محب
أو كاره لصدام حسين هذا مو موضوعنا، الموضوع أنه الميت لا تجوز عليه إلا الرحمة، وهذا الاشي كلنا نتفق عليه. لكن لما تجي شركة أمريكية وتجيب لك زعيم عربي وتجسده باللعبة بشكل مو كويس، ولا تخلي اللاعبين العربيين نفسهم هم اللي يقتلوا بأحد المراحل، هون الموضوع صار مسيء. وأنا من الناس اللي كنت ألعبها اللعبة اللي ما تعرفوها عاصفة الصحراء، أتوقع أغلبيتنا لعبها، وفعليا بالعقل اللاواعي يعني تكون طفل وقاعد تلعبها، خلص بدك تعملها وتختم المرحلة. مو بس هيك، هم حاطين ومجسدين صدام حسين باللعبة على أنه شخص إرهابي، والجيش الأمريكي هو اللي قاعد يبحث عن السلام ولازم يقتل الإرهاب. المكان هسه راح يطلع يمكن صدام حسين. طلع شايفينه؟ يلا الهريبة يا شباب. فبصراحة هاي اللعبة كانت جدا سيئة، والقائمين على هاي اللعبة صراحة جدا سيئين. وخلينا ننتقل للعبة اللي بعدها. طيب اللعبة اللي بعدها واللي هي جيتار هيرو. طيب لعبة جيتار هيرو لعبة تعتمد على سرعتك، يعني كيف انت قاعد تعزف وهم يحددوا لك النقاط اللي انت لازم تكبس عليها عشان يطلع معك معزوفة حلوة. اتوقع انكم فاهمين الفكرة من الفيديو اللي قدامكم. المهم اللعبة تبتدي انه تعطيك آلات موسيقية وتبلش تعلمك العزف وتخليك بالبداية تعزف بشكل بطيء، تدريجيا تبلش الصعوبة. المهم مشكلتنا مو هون، مشكلتنا انه بأحد المراحل اللي انت تكون تعزف فيها وتكون الفرقة الموسيقية اللي ظاهرة قدامك قاعدة ترقص، تلقى كلمة الله استغفر الله العظيم محطوطة على الأرض وهم قاعدين يرقصوا فوقيها. استغفر الله العظيم. طبعا الكلمة واضحة تمام الوضوح، يعني ما حد يقدر ينكرها، لكن ليش اللي يقهر شو اللي يدفع مثلا مطورين اللعبة او نفس الشركة انها تعمل اشي زي هيك؟ صراحة ما اعرف في الف تفسير إلها، بس صدقوني بالنهاية غباء من نفس الشركة هذا يكون، او انه عنصرية، ما اعرف صراحة. بالله انتم شو رايكم؟ اكتبوا لي اراكم كلكم بالكومنتات، لان والله اشي لما تشوفه جدا مزعج وينرفز الواحد لما يشوفه. وصحيح على سيرة المطورين، تعال خلنا نفرجيكم غلط صغير بلعبة كيف وداها لاسفل السافلين، عشان هيك اقول لكم هذا غباء شركات او غباء مطورين، وبالاثنين الحق يكون على الشركة لانها لازم تراجع اللعبة قبل ما تنزل. وعلى نفس الموضوع تعال خلينا نحكي لكم عن لعبة Resistance Fall of Man، واللعبة هاي من انتاج شركة Insomniac. المهم اللعبة هاي اول ما نزلت يا اخوان كسرت الدنيا وحصلت على افضل مبيعات، باعت اكثر من 1,000,000 نسخة، وكانت اول لعبة بالتاريخ تبيع 1,000,000 نسخة مرة واحدة، وفعليا كانت اللعبة مكسرة الدنيا. ولكن بعد فترة قصيرة والناس قاعدة تلعب اللعبة وصلت لمرحلة انه كانت في حرب، وهاي الحرب كانت داخل كنيسة، والناس انزعجت من اللعبة انها محترمة الأماكن الدينية والمقدسات، بدها تصير حرب داخل الكنيسة. فعليا بعديها صارت حملة مقاطعات للعبة، واللعبة هون خسرت بلاوي على الرغم من انه اللعبة بدايتها كانت مكسرة الدنيا. هون تقدر تحكي انه هذا غلط غير مقصود، وعلى الرغم من انه غلط غير مقصود غير انه خسر الشركة. فحبيت اجيب لكم مثال بسيط انه لما تنزل لعبة لازم تكون دارسها 100%، لانه اي غلط بسيط ممكن يخسرك ملايين. فأتوقع بهيك يكون انتهى مقطعنا اليوم. أتمنى إنه مقطعنا لعجابكم، وزي ما قلت لكم الخميس بإذن الله راح يكون مقطع تشيرنوبيل اللي كلنا قاعدين ننتظره، أنا أولكم صراحة، لأنه شعور غريب، تخيلوا إني دخلت أخطر منطقة بالعالم. فإن شاء الله الخميس راح ينزلكم، وزي ما قلت لكم هذا المقطع بس يوصل 150,000 لايك نجيب جزء جديد. وصحيح إذا تحب تتواصل معي حساب الإنستغرام طالع قدامك في الشاشة وحساب سناب شات، تشرفوني هناك، وأترككم حفظ الرحمن من هون لما ننزلكم مقطع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.